بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 21. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في سياق مخاطباته لبني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. لما أمرهم في الآيات السابقة في أن يذكروا نعمته التي أنعمها عليهم إجمالا، ذكرها إجمالا، اذكروا نعمتي، ذكر في هذه الآيات وما بعدها تفصيل هذه النعم، تفصيل هذه النعم، وأعظمها أن الله سبحانه وتعالى بعث فيهم رسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وخلصهم على يده من ظلم فرعون وبطشه بهم. وفرعون هو لقب لمن ملك مصر قبل الإسلام، من ملك مصر قبل الإسلام يقال له فرعون، كما أن من ملك الروم يقال له قيصر، ومن ملك الفرس يقال له كسرى. هذه ألقاب كانت في الجاهلية قبل الإسلام. فرعون من جملة ملوك مصر، لكنه كان ظالما جبارا، وكان متكبرا متغطرسا. وأعظم ما تفوه به والعياذ بالله أنه قال: أنا ربكم الأعلى. قال: ما علمت لكم من إله غيري. أدعى الربوبية وجحد وجود الرب سبحانه وتعالى، أنكر وجود الله وادعى أنه هو الرب. وآل فرعون أتباعه: إذ أنجيناكم، وإذ، أي اذكروا إذ أنجيناكم، أنجيناكم من آل فرعون، يعني أتباع فرعون، لأن فرعون كما قال الله سبحانه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فقسم رعيته إلى قسمين: قسم هم أتباعه
هم أتباعه وهم الملأ، وهؤلاء أغدق عليهم من الملاذ والمطاعم وأعطاهم من الدنيا الشيء الكثير. القسم الثاني وهم بنو إسرائيل، استذلهم احتقرهم، مع أنهم أكرم الناس في وقتهم، لأنهم من ذرية الأنبياء، من ذرية إسرائيل، وهو يعقوب نبي الله ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فاستدل هذا الشعب من بني إسرائيل واحتقرهم وجعلهم خدما لملأه وأتباعه، واستعبدهم وسامهم سوء العذاب، وفي أثناء ذلك رأى رؤيا أنه يخرج من بني إسرائيل مولود يكون زوال ملكه على يده، أنه يخرج من بني إسرائيل مولود يكون زوال ملكه على يد هذا المولود. فعند ذلك اهتم بالأمر وأخذ حذره، وماذا فعل؟ صار يقتل الأولاد الذكور من بني إسرائيل ويستبقي النساء للخدمة، أما الذكور من المواليد فيقتلهم خشية أن يظهر هذا المولود الذي على يده زوال ملكه. ومشى على هذه السيرة القبيحة، يقتل الأولاد الذكور ويستبقي النساء للخدمة بني إسرائيل. ولما كثر القتل في المواليد شكى إليه ملأه وقالوا نخشى أن ينقرض الرجال من بني إسرائيل فلا نجد من يخدمنا. فرفع القتل سنة ووضعه سنة، فصار يقتل المواليد سنة بعد سنة من أجل أن يكون هناك بقية من ذكور بني إسرائيل لخدمة آل فرعون. وكان من حكمة الله سبحانه أن هارون عليه السلام ولد في السنة التي ليس فيها قتل، وأما موسى فإنه ولد في السنة التي فيها القتل، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه بحكمته وقدرته سبحانه، فأوحى إلى أم موسى أي ألهمها أنها إذا وضعت موسى ولدته أن تضعه في تابوت، يعني في صندوق، تضعه في صندوق تغطي عليه، وتضع هذا الصندوق في اليم يعني في وادي النيل، وكان وادي النيل يمر على بيت فرعون، أمر الله هذا اليم وهذا النهر، أمره أن يحمل هذا التابوت، يحمل هذا الصندوق إلى بيت فرعون. قال الله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم
ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. حمله اليم حمله النهر إلى بيت فرعون. بينما خدمه ورجاله ينظرون وإذا بالتابوت يحمله النهر، فجاءوا وأخذوا التابوت، أخذوا هذا الصندوق المغلق لا يدرون ماذا فيه، ذهبوا به إلى فرعون. فلما فتحه وجد الغلام فيه، فرأته امرأة فرعون، وكان فرعون لا يولد له. لما رأته امرأة فرعون حنت عليه، قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فمنعتهم من قتله، تريد أن يكون ولدا لفرعون لأنه ما يرزق بأولاد. فترك قتله وتربى في بيت فرعون، ترك قتل موسى بسبب هذه المرأة المباركة امرأة فرعون، ولكنه أبى أن يرضع من النساء، امتنع من الرضاع من النساء، وحرمنا عليه المراضع، يعني منعناه من أن يرضع من أي امرأة. فضاقت حيلتهم فيه، ماذا يصنعون؟ فأرسلت أم موسى، أرسلت أخت موسى، أرسلت أخته تتحسس عنه، قالت لأخته قصيه. ذهبت أخت موسى تتحسس، دخلت في بيت فرعون مع النساء، فوجدتهم قد استشكلوا هذا الأمر، قصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، عرفته وعرفت المشكلة التي هم فيها من شأنه، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يعني أنا أعرف امرأة ترضعه وتكفله لكم. ففرحوا بذلك ودفعوه إليها، فذهبت به إلى أمه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. دفعوه إلى أمه ودفعوا لها الأجرة أيضا، فصارت ترضع ولدها وتأخذ الأجرة. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينه. ثم تربى في بيت فرعون على أنه من ولد فرعون، تربى يأكل من مآكله ويشرب مما يشرب ويلبس من ملابس فرعون ويركب مراكب فرعون، تربى في بيت فرعون. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، حيث إن هذا المولود الذي يحذر منه فرعون أراد الله أن فرعون نفسه هو الذي يغذيه، وهو الذي يحميه. فالحذر لا ينجي من القدر، حذر ولا، فرعون ما ترك شيء من الحذر، وهذا الذي يحذر منه أراد الله أنه ينشأ في بيته وأنه يربيه. هذا من مكر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. كبر موسى عليه السلام في بيت عز وفي بيت ملك وفي رفاهية، تيسير الله سبحانه وتعالى له، وكبر ولما بلغ أشده
واستوى آتيناه حكمة حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بينما هو كذلك يعيش في بيت فرعون ومن حاشية فرعون في العز والرفاهية، ودخل المدينة مدينة مصر فوجد فيها رجلين يقتتلان يتضاربان. موسى عليه السلام وجد رجلين يتضاربان في الشارع، واحد من بني إسرائيل من شيعته من شيعة موسى، والثاني من القبط من عدو موسى، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته، استغاث الإسرائيلي بموسى، يعني طلب منه أن يعينه على هذا الرجل هذا الخصم. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن وكز هذا القبطي، يعني ضربه بجمعه بيده فقضى عليه، لأن موسى عليه السلام عنده قوة عظيمة، أعطاه الله قوة، فوكز هذا الرجل مرة واحدة فقضى عليه مات. عند ذلك ندم موسى أنه قتل نفس، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، غفر الله له. فلما بينما هو كذلك وصل الخبر إلى فرعون وانتشر الخبر في أنه وجد قتيل من القبط ولا يدرى من قاتله، قاتله مجهول، ما عرفوا أن قاتله هو موسى، فصاروا يبحثون عن القاتل. صار مرة ثانية أن هذا الإسرائيلي تشاجر مع قبطي آخر وتقاتل هو وإياه، مر بهم موسى عليه السلام، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يطلب منه النجدة. قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني أنت أصبحت مشاغب. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال الإسرائيلي، يظن أنه يبطش به هو، الإسرائيلي ظن أنه سيبطش به هو لأنه قال إنك لغوي مبين. فلما تهيأ لضرب القبطي ظن الإسرائيلي أنه يريد ضربه هو، فقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فعند ذلك انكشف الخبر، انكشف القاتل أنه موسى عليه السلام، علم بذلك ملأ فرعون، ولكن الله جل وعلا مع عبده ورسوله موسى. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يعني يسرع، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى من مصر على خوف، يتخوف منهم، خرج منها خائفا يترقى، خرج من مصر وتوجه إلى أرض مدين، قال عسى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فخرج من مصر وذهب إلى مدين في أرض الأردن، ذهب إلى مدين ووصل إلى مدين ولم يمسه أحد بسوء لأنه بحفظ الله سبحانه وتعالى. ولما ورد ماء مدين ورد بيشرب، جاي من طريق من سفر
بحاجة إلى الماء، ورد ماء مدين، وجد عليه أمة يعني جماعة من الناس يسقون أغنامهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان معهما غنم، والغنم تريد الماء، والمرأتان تحول بينهما وبين ورود الماء وينتظران أن يفرغ الناس من سقي أغنامهم، ثم بعد ذلك ترد المرأتان وتسقي غنمهما. وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ لماذا لم توردوا مع الناس؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. في المرأتان ضعيفتان، شوفوا امرأتين ثنتين ولا يستطيع، هذا يدل على ضعف المرأة، على أنها ضعيفة، امرأتان ولا يستطيعان أن يزاحم الناس على الماء، بل ينتظران بالغنم حتى يفرغ الناس ويصدروا، ثم توردان أغنامهما على الماء. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير، هذا هو السبب، أنه ليس لهم رجل يزاحم ويسقي مع الناس، لأن أباهما شيخ كبير يعني هرم، ما يستطيع أنه يورد الغنم مع الناس. موسى عليه السلام فيه المروءة والشهامة والكرم، فسقى لهما، سقى لهما، سقى الغنم. فلما فرغ من سقي الغنم ذهب وتولى إلى ظل، وتنحى إلى ظل وجلس فيه في هذا الظل. قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يدعو الله سبحانه وتعالى. ذهبت المرأتان إلى أبيهما الشيخ الكبير فذكرتا له هذه القصة وهذا الرجل الذي سقى لهما. فعند ذلك هذا الشيخ الكبير أراد أن يكافئ هذا الرجل على صنيعه وعلى إحسانه، فأرسل إحداهما إليه، أرسل إحداهما إليه وهو في الظل. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، هذا دليل على عفة هذه المرأة وكرامتها. فقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذا أول الفرج. فذهب موسى عليه السلام إلى ذلك الشيخ الكبير وذكر له قصته وما حصل له، وقال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين. ثم عرض عليه، عرض هذا الشيخ الكبير على، قالت إحداهما: يا أبتي، قالت إحداهما إحدى البنتين: يا أبتي استأجره، استأجر هذا الرجل ليرعى الغنم ويسقيها ويقوم مقامك في رعايتها، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي لأنه أقوى الرجال عليه الصلاة والسلام، وأمين أيضا، أمين فيما يسترعى عليه، جامع بين صفتين عظيمتين: القوة والأمانة. فعرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يرعى الغنم له 8 سنين، 8 حجج يعني 8 سنين، وإن أتم 10 سنين فهذا من عنده، تكرم من عند موسى. اتفق على ذلك وتزوج موسى ببنت هذا الشيخ الكبير، ورعى الغنم، رعى الغنم المدة التي اتفقا عليها، اتفقا عليها.
هذا موسى كليم الله يرعى الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا رعى الغنم، لأن الغنم فيها سكينة وفيها بركة، وراعيها عليه السكينة وعليه الطمأنينة، تربى عليها الراعي. ولما انتهى الأجل أكمل السنين التي اتفق عليها، سار بأهله، سار موسى بأهله راجعا إلى مصر ومعه زوجته. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، سار إلى مصر. وفي الطريق ضيع الطريق، وأتى عليه الليل وكان الجو باردا، فصاروا هو وأهله في حيرة، لا يعرفون الطريق، وأيضا اشتد بهم البرد. بينما هو كذلك إذا أبصر بنار تتوقد في الليل، ففرح بها وذهب، أمر أهله أن يجلسوا وينتظروا، ذهب هو إلى النار ليسأل عن الطريق أو ليأتي بجمرة من النار يصطليان عليها من البرد. فلما وصل إلى النار إذا هو في العجب العجاب، ناداه الله سبحانه وتعالى، ناداه الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فلما أتاها نودي يا موسى، لما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم. فعند ذلك سمع موسى كلام ربه عز وجل وأرسله الله إلى فرعون، أرسله الله إلى فرعون. فذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يلقي، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، عصا. قال ألقها، ألقها يعني اطرحها في الأرض، فطرحها فانقلبت حية، إذا هي حية تسعى. إلهي حية تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى من هذه الحية، قال الله له خذها ولا تخف، خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، تعود عصا كما كانت. هذه آية واحدة معجزة. والآية الثانية أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص، تدخل يد عادية وتخرج بيضاء كالشمس. آية أخرى معجزة. فذانك برهانان من ربك، أي معجزتان من ربك على صدق نبوتك ورسالتك، إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا أخاف أن يقتلون. كيف أروح لهم وأنا هارب منهم وقاتل النفس؟ إني قتلت منهم نفسا أخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، لأن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة، فأرسله معي ردءا أي مساعدا
يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك. قال العلماء ما فيه أخ أشد بركة على أخيه من موسى عليه السلام، حيث إن الله جعله نبيا بسبب أخيه موسى، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. شفع له موسى بأن يجعله الله نبيا، فجعله الله نبيا. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، يعني قوة، فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. طمأن الله موسى عليه السلام مما يخاف من ملاقات فرعون. دخل موسى وهارون إلى فرعون في أبهته وملكه وجبروته، فقال إنا رسول رب العالمين، خاطباه لأنهما رسولان من رب العالمين إليه من أجل أن يتوب إلى الله عز وجل ويسلم، وأيضا يرفع الظلم عن بني إسرائيل، يرفع الظلم عن بني إسرائيل، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبه. طبه موسى بهذا الكلام أنكر عليه وقال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني قتلت النفس. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. خطأ، هذا من باب الخطأ. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. نعمة من الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن موسى كذبه، فعرض موسى ما معه من المعجزتين من العصا ومن الحية. قال إن كنت جئت بآية، يقول فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، انقلبت حية. ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين. ولكن الكفر والعناد والعياذ بالله والكبرياء منعت فرعون وأتباعه من الإيمان برسالة موسى، وادعوا أنه ساحر، ادعوا أن هذا سحر، وأن انقلاب الحية، انقلاب العصا إلى حية وتغير اليد، إنما هذا من قبيل السحر، لأنهم كانوا يشتغلون بالسحر، كانوا يشتغلون بالسحر، السحر من عمل قوم فرعون، وكان عنده سحرة مهرة في السحر والعياذ بالله. فاستشار الملأ الجماعة الذين حوله، قالوا له أرجه أخاه، يعني أنظره وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، أنه لم يبطش بموسى ويقتله، بل ألهم الله هذا الملأ الجبار، قال أرجه، يعني أنظره، واجمع السحرة ويخلهم يقابلونه لأجل يبطلون سحره الذي معه. هذا قصدهم، لما قصدهم رحمة بموسى عليه السلام، ولكن قصدهم أن يبطلوا هذا السحر الذي مع موسى بزعمهم. فلما اجتمع السحرة كلهم في مكان واحد، واجتمع الناس، انحشر الناس كلهم لينظروا ماذا يكون، هذا من حكمة الله عز وجل، من أجل أن يظهر الحق أمام الملأ. اجتمع الناس لينظروا ماذا يكون من أمر موسى والسحر. طلبوا من موسى أن يلقي، فأبى أن يلقي هو الأول، وأمرهم أن يلقوا ما معهم، فألقوا ما معهم من الحيل والمكر، وامتلأ الوادي من الحبال والعصي التي تتقلب، ألقوا كل ما معهم من السحر والكيد، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. عند ذلك أوحى الله إلى موسى أن ألقي عصاك، فألقاها فصارت حية عظيمة، فالتهمت كل ما ألقاه سحرة فرعون.
كله التقمته، ثم خافوا على أنفسهم أن تلتقمهم وأن تصل إليهم، فعند ذلك تبين للسحرة أن هذا ما هو سحر، لأنهم سحرة يعرفون السحر، وهذا الذي مع موسى ليس سحرا وليس هو من صنع البشر أبدا. فعند ذلك تابوا وآمنوا، آمنوا وخروا ساجدين، سجدوا لله عز وجل، إنا آمنا برب هارون وموسى. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. مع ذلك فرعون ما يزال في المكابرة والمعاندة. عند ذلك أخذ السحرة وقتلهم وصلبهم والعياذ بالله، قتل السحرة عن آخرهم وصلبهم على جذوع النخل كما قال، فلأصلبنكم في جذوع النخل. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة تخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فقتلهم شهداء في سبيل الله، في أول النهار كانوا سحرة وفي آخر النهار شهداء في سبيل الله، ماتوا شهداء. هذا ما كان من فرعون. وما زالت المداولات بين موسى عليه السلام وهارون وفرعون. في النهاية أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل، أن يخرج ببني إسرائيل من مصر. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. أمره الله أن يسري بالليل ببني إسرائيل ويخرج بهم من مصر ومن ملك فرعون. فأمر موسى عليه السلام بني إسرائيل فخرجوا معه عن بكرة أبيهم من مصر طاعة لله سبحانه وتعالى. فلما علم فرعون بخروجهم زاد غيظه وحنقه وجمع جنوده وجيوشه وقوته وخرج في أثرهم بزعمه ليستأصلهم عن آخرهم غضبا وحنقا عليهم. خرجوا في آخر الليل، خرج فرعون وجنوده في آخر الليل يتبعون موسى وبني إسرائيل. وعند شروق الشمس توافوا عند البحر، توافوا عند البحر، وقف موسى وقومه على البحر، وإذا بفرعون وجنوده قد وصلوا إليهم، أتبعوهم مشرقين يعني مع طلوع الشمس. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، العدو من ورانا والبحر من أمامنا، وين نروح وين نروح؟ العدو وصلنا الآن ومن وراءنا وأمامنا البحر، ما لنا مفر. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، كلا أي لا تدركون أبدا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب البحر فتجمد وانفلق وصار طرقا يابسة على قدر أسباط بني إسرائيل، كل سبط لهم طريق، قام كالجبال، قام كالجبال وصار بينه طرق فجاج، تجمد الماء وقام أمثال الجبال وصار بينه طرق، وسلك بنو إسرائيل مع هذه الطرق إلى الساحل الثاني. دخلوا من الساحل الذي يلي مصر وخرجوا من الساحل الثاني طريقا يبسا. فلما تكاملوا خارجين دخل فرعون وقومه في أثرهم، دخلوا في البحر على أثر بني إسرائيل وموسى. فلما تكاملوا داخلين أمر الله البحر فانطبق عليهم وغرقوا عن آخرهم وبنو إسرائيل ينظرون إليهم، ونجى الله موسى وقومه. وهذا معنى قوله وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يعني أشد العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء، يعني امتحان، امتحان وابتلاء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله
هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. ولكن شكوا في غرق فرعون لأنهم يعرفون من فرعون الجبروت ولا يزال يعني رهبته وخوفه, شكوا في موته. الله أمر البحر فلفظ جثة فرعون على الساحل, فنظروها وإذا هو فرعون جثة هامدة, لتقر أعينهم بذلك. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تخلص بنو إسرائيل من فرعون وبطشه وصاروا تحت ولاية رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. هذه نعمة ذكرهم الله بها. ولكن لا يزال فيهم شيء من الجهل ومن الغباوة ومن نكران النعمة. حينما خرجوا من البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام الله, مروا على قوم وثنيين يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون, إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أنكر عليهم موسى عليه الصلاة والسلام هذه المقولة, ولكنهم لم يكفروا بهذه المقولة لأنهم لم يفعلوا, ولو فعلوا لكفروا. ولكن لما أنكر عليهم موسى وبين لهم امتنعوا فلم يقعوا في الكفر. وإلا هذه مقالة خطيرة, وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى, هذه نعمة أخرى, وإذ واعدنا موسى 40 ليلة, واعد الله موسى 40 ليلة على أنه على رأس 40 ينزل عليه التوراة. بعد هلاك فرعون أنزل الله التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة. فواعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة على رأس 40 ليلة. وموسى عليه السلام اختار من بني إسرائيل 70 رجلا يذهبون معه إلى الميعاد, لإنزال التوراة. فساروا معه إلى الجبل, جبل الطور, ساروا معه إلى الجبل من أجل أن يكلمه الله ويعطيه التوراة. فساروا معه وكلم الله موسى على الموعد. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, كلمه الله عز وجل وأعطاه الألواح, أعطاه الألواح مكتوبة فيها التوراة. عند ذلك وقعوا في جريمة أخرى, قالوا يا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة, وهل يقدرون على رؤية الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد يقدر على رؤية الله في الدنيا, لأن الأجسام ضعيفة والمدارك ضعيفة, والله جل وعلا ذو العظمة والجبروت, ما أحد يستطيع النظر إليه سبحانه وتعالى في الدنيا. إنما هذا في الآخرة, المؤمنون ينظرون إلى ربهم في الجنة, لأن الناس في الآخرة يختلفون عنهم في الدنيا. الآخرة يعطيهم الله قوة ويعطيهم قوة ويقدرون على رؤية الله ويتمتعون بها ويتلذذون بها, وتقر أعينهم برؤية ربهم عز وجل الذي عبدوه في الدنيا وهم لم يروه, عبدوه إيمانا به وتصديقا بكتبه وطاعة لرسله. جازاهم الله في الآخرة أن يتجلى لهم وأن ينظروا إليه عيانا, كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فلا أحد يقدر على رؤية الله. لكن هؤلاء لجهلهم قالوا لن نؤمن لك, أي لن نصدقك, يقولون لموسى كليم الله هذا الكلام البشع, لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. عند ذلك أرسل الله عليهم الصاعقة عقوبة لهم,
وماتوا عن آخرهم، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، وهي نار نزلت من السماء فأهلكتهم، أو هو صوت أخذ بأرواحهم، صوت أخذ بأرواحهم وماتوا عن آخرهم، أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فلما ماتوا عن آخرهم، لما قالوا هذه المقالة الشنيعة، عند ذلك موسى عليه السلام قال: يا ربي إن رجعت إلى بني إسرائيل وهم ليسوا معي قالوا أنت قتلتهم، وتضرع إلى ربه قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. تضرع إلى الله عز وجل ودعا ربه عز وجل إنه لو رجع إلى بني إسرائيل وليس معه هؤلاء السبعون قالوا اتهموه بأنه قتلهم، فاستجاب الله دعاءه وأحياهم: ثم بعثناكم من بعد موتكم، فأحياهم الله عز وجل وعادوا إلى الحياة ورجعوا مع موسى إلى قومهم. وهذا من آيات الله أنه يحيي الموتى، وهذا شيء وقع في الدنيا كما أنه يحييهم يوم القيامة، وقع شيء في الدنيا. وذكر الله في سورة البقرة في عدة مواضع إحياء الموتى في الدنيا، ذكر أولا قصة البقرة التي ذبحوها وستأتي، وضربوا بجزء منها القتيل فأحياه الله وقال: فلان قتلني، أخبر بمن قتله. هذا واحد. الموضع الثاني، هذا الموضع السبعين الذين مع موسى ماتوا ثم أحياهم الله بعدما دعا موسى ربه عليه الصلاة والسلام فأحياهم الله وعادوا إلى الحياة. الموضع الثالث الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله: موتوا ثم أحياهم. خرجوا يخافون من المرض لأنه أصابهم وباء في بلدهم، فهربوا من الوباء بزعمهم لينجوا من الموت، فالله أماتهم سبحانه وتعالى، قال لهم الله: موتوا. الموت اللي هربتم منه يقع عليكم الآن، لأنه ما منه مهرب، الموت ما منه مهرب. فماتوا ثم إن الله أحياهم، قال الله: موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس. الموضع الرابع في قصة القرية التي مر عليها رجل، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، استبعد أن هذه القرية تعود ويعود أهلها بعد الموت، فأماته الله 100 عام، أماته وأمات حماره 100 عام، ثم بعثه وعاد إلى الحياة وأعاد الحمار إلى الحياة. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. الموضع السادس في قصة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير، 4 طيور، فصرهن إليك، اجعل رؤوسهن عندك، وقطعهن أجزاء، واجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. لما دعاهن تجمعت الأجزاء بعضها إلى بعض، وعادت إلى مكانها، وعادت إليها رؤوسها، وعادت حية كما كانت. هذا من آيات الله وبيان قدرته على إحياء الموتى يوم القيامة، شيء شوهد في الدنيا ووقع في الدنيا، كل هذا مذكور في سورة البقرة. قصة أصحاب الكهف أيضا من هذا النوع. فالله جل وعلا قادر على كل شيء. الحاصل أن هؤلاء 70 الذين مع موسى لما قالوا هذه المقالة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك
حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أخذتكم يعني أماتتكم الصاعقة، وهي الصوت الذي نزل من السماء فأخذ بأرواحهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى. لكن مع هذا لم يشكروا نعمة الله عليهم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هذا من نعم الله عليهم أن الله آتى نبيهم ورسولهم موسى عليه السلام الكتاب وهو التوراة، والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل وهي التوراة، هي كتاب وهي فرقان أيضا، هي كتاب وهي فرقان لأنها تفرق بين الحق والباطل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هذا من نعم الله عليهم، بل هو أعظم النعم أن الله سبحانه نجاهم من عدوهم، وأن الله سبحانه أنزل على موسى الكتاب والفرقان لهدايتهم، هذا تذكير بنعم الله عليهم. نحن من الله علينا بنعمة أعظم من نعمة بني إسرائيل، أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين وأفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين، وأنزل علينا كتابا وفرقانا هو أعظم الكتب وهو القرآن. فيجب علينا أن نشكر الله سبحانه على هذه النعمة العظيمة، وألا نكون مثل بني إسرائيل ننكر نعمة الله علينا ونجحد نعمة الله علينا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لشكر نعمه، وأن يدفع عنا وعنكم نقمه، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل يسأل ويقول: حفظكم الله، هل ترون جواز العمل بالحديث الضعيف إذا كان بصيغة التمريض؟ الحديث الضعيف يجوز العمل به في الترغيب والترهيب، ترغيب والترهيب، أما أنه يبنى عليه أحكام شرعية فلا، ما يبنى على الحديث الضعيف أحكام شرعية حلال أو حرام، ما يبنى عليه شيء، إنما يبنى هذا على الحديث الصحيح. لكن يعمل به في الترغيب والترهيب، والأحاديث الضعيفة ما هي واحد، منها أحاديث لها شواهد وترتقي إلى درجة الحسن بشواهدها، ومنها أحاديث ضعيفة لكن ضعفها ليس مجمعا عليه، بل يرى بعض العلماء أنها صحيحة وأنها حسنة. ما كل الأحاديث مجمع على ضعفها، ما كل الأحاديث الضعيفة مجمع على ضعفها، ومنها أحاديث ضعيفة فعلا ولكن ضعفها ليس متناهيا، ليس ضعفها بالمتناهي. إذن يعمل بالحديث الضعيف ما لم يعمل به في باب الترغيب والترهيب، ويعمل وأيضا لا يجزم بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال روي عن الرسول أو ورد عن الرسول، ولا تقول قال رسول الله كذا، وإنما تقول روي عن رسول الله كذا أو ورد عن رسول الله كذا وكذا. الشرط الثالث ألا يكون ضعفها متناهيا. إذن ثلاثة شروط: الشرط الأول يعمل بها في باب الترغيب والترهيب والمواعظ فقط، الشرط الثاني ألا يجزم بنسبتها
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث ألا يكون ضعفها متناهيا. نعم. ثوبكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل العطور الغربية بصفة عامة والتي تحتوي على نسبة من الكحول هل تنجس الثوب أو البدن، وهل تجوز الصلاة إذا قام الشخص بالتطيب منها؟ الأصل في الأطياب الحل والطهارة، الأصل فيها الحل والطهارة، ما لم يجزم بأن فيها شيء من الكحول وهو الخمر، فإذا تيقن وعلم أن فيها شيء من الكحول لا يجوز، فإنه لا يجوز استعمالها. إذا تيقن هذا وتحقق منه وثبت أن فيها كحولا إنه لا يجوز استعمالها، لأن الخمر لا يجوز استعمالها، ولا وهي نجسة أيضا، تنجس الثياب والبدن، فلا يجوز استعمال ما فيه خمر إذا ثبت هذا وتحقق. أما مجرد الشائعات ومجرد الشكوك هذه لا يبنى عليها حكم، والأصل الحل والأصل الطهارة. نعم. أثابكم الله. رجل تزوج بامرأة وأنجبت له بنتا، ثم توفيت الأم، ثم تزوج بامرأة أخرى، ثم تزوجت البنت وأنجبت له وأنجبت، هل أبناء البنت الذكور يكونون محارم للمرأة الثانية؟ لا يكونون محارم للمرأة الثانية، وإنما يكون أولاد البنت، يكون الزوج أمهم الأول محرما لهم، يكون محرما لهم زوج، لأنهم ربائب له، أولاد بنت زوجته ربائب له، أما أولاده لا، أجانب من هذه البنات. نعم. ثابكم الله. رجل كان يسعى ثم أقيمت الصلاة وهو لم يكمل الشوط السادس، فقطع السعي للصلاة ثم أكمل السعي من حيث ما وقف، فما حكم فعله؟ فعله صحيح إن شاء الله، لكن الأولى والأحسن والأحوط أنه بدأ هذا الشوط من أوله، رجع إلى الصفا وبدأه من أوله، لكن ما دام أنه بدأ من المكان الذي صلى فيه وأكمل الشوط طوافه سعيه صحيح إن شاء الله. نعم. يقول: نحن في الكلية التي تجمع بين أهل السنة والرافضة، وكل من الطالبات تصلي لوحدها، مع العلم أن من الروافض من يمر بهن، فهل تجب صلاة الجماعة تخصيصا لإظهار هيبة المسلمين؟ ما أدري، الجامعة الكلية هذه بنات ولا أولاد؟ مختلطة. نعم. مختلطة. الرجال يصلون جماعة والنساء يصلين خلفهم إن أردنا، أو يصلين فرادى منفردات. المرأة ليس عليها جماعة، لكن إذا صلت مع الرجال شهدت الجماعة مع الرجال فلا بأس، أو النساء اجتمعنا وصلينا جماعة صلى بهن واحدة منهن لا بأس بذلك، وإن صلينا فرادى فلا بأس بذلك. وأهل السنة يصلون مع بعضهم، والرافضة إن صلوا معهم لا يمنعونهم، إن صلوا معهم لا يمنعونهم. نعم. بيت يحتوي على أكثر من فتاة، كل منهن تصلي لوحدها، فما حكم صلاة الجماعة بالنسبة لهن، لأن من العلماء من قال واجب عليهن إقامتها؟ ما أحد قال من العلماء أنه يجب الجماعة على النساء أبدا، ما أعرف هذا، النساء لا تجب عليهن الجماعة، فهن بالخيار، إن شئنا يصلينا منفردات كل واحدة على حدة، وإن شئنا يصلينا جماعة لا بأس، أما الوجوب ما